الحياه فهي مليئة بمعاني اكتر من جميله رائعه. اغنيه حلوه. الاغنيه طبعا كتبتها الكاتبه سماح ابو بكر عزت. اولا اهلا بيك. اهلا وسهلا بيك استاذ يوسف. مشتي خالص. ازاي الصحه؟ كله تمام؟ الحمد لله بخير تمام. مش حاجه اسمها استاذ ولا حاجه بقى. دلوقتي غير الاغنيه دي احنا عندنا قصص كتير مكتوبه. أكيد. وفي على القصه دي بالتحديد قصه السفينه ايفر جرين والست ايام وما الى ذلك. الاول خليني اسالك يعني ايه اللي خلاكي فكرتي تكتبي قصه للاطفال على دي تحديدا؟ هقول لحضرتك، اولا انا شايفه انه في انجازات كتير بتحصل حوالينا لازم الاطفال تعرف ده. ممكن تكون بتسمع ده في نشرات الاخبار او بتشوفه في برامج، لكن لما تبقى في قصه ليهم على لسان طفل زيهم هتؤثر فيهم أكتر. المعنى الأكبر كمان اللي دفعني أكتب القصة إن وقت أزمة السفينة في الست أيام كان في كلام كتير، والسوشيال ميديا عليها حاجات ساخرة كتير إن إحنا مش هنقدر، والحفار. الأطفال كانت متأثرة بده، وأنا لأني يعني عايشة في منطقة القنال فكنت قريبة من الأطفال، وطبيعي يعني عشان أنا بشتغل مع الأطفال فطول الوقت أنا على صلة بيهم. ربنا الحمد لله وفقنا وفعلا في ست أيام عدينا الأزمة دي. ده كان حافز إن أنا لازم ده يوصل للأطفال. والحمد لله يعني بدأت الحكاية من لقاء مع الدكتور هيثم الحاج علي يوم تحديدا 30 مارس، تاني يوم تم تحرير السفينة، واتكلمنا وقلت له يعني الموضوع ده جميل، وقال لي طب يلا نعمل عنه حاجة. فبالفعل بدأت من تاني يوم أشتغل، أجمع المعلومات، أروح المواقع، أشوف إيه بالظبط اللي حصل، إيه السيناريوهات اللي كانت مقترحة لحل الأزمة. جمعت كل المعلومات دي وحاولت أبسطها للأطفال، وبدأ بقى هنا الأزمة بالنسبة لنا إن ده يتوظف في قصة وتبقى قصة مشوقة. إزاي مشوقة والطفل عارف نهايتها؟ أي قصة للأطفال لحضرتك بيبقى الطفل مستني شغوف أشوف هتخلص على إيه، لكن هو هنا عارف اللي هتخلص على إيه. بس يمكن التناول، وانه الطفل اللي بيحكي لهم طفل زيهم وعايش مع جده قبطان اعالي بحار، ووالده قبطان اللي هو بقى بطل من ابطال تحرير السفينه. حلو. فكان الطفل متاثر ومرت عليه لحظات يقول له جده لا مش هنقدر، انا قريت كذا، يقول له لا هنقدر. فبدا يحكي له عن تاريخ القناه، يحكي له عن يوم الامتحان اللي هو 14 و15 سبتمبر. أيوه. لما المرشدين الاجانب انسحبوا من قناه السويس بعد تاميمها. أيوه. التاميم. وبهدف انه يعني يربكوا المرشد المصري، ولكن استطاع المرشدين المصريين ان هم يقوموا بالعمل، فاصبح هذا اليوم عيد للمرشد. صح. اتكلمت عن السمسميه، اتكلمت عن عم عربي صديق الجد عامل الكراكه. الطفل اللي بيقراها يحس ان هو دخل منطقه القناه، عاش فيها وتاثر بمفرداتها، وعاش لحظه الانتصار دي يوم 29 لما كانت البلد كلها في عيد ورجعت الملاحه بعد ما كانت متوقفه. فانا كنت حاسه انه دي رسالتي، ان لازم اوصلها للاطفال. الكتابه للاطفال صعبه؟ صعبه. الى اي مدى؟ صعبة لأنه حضرتك بتكلم هنا بالذات في العصر ده، الطفل النهاردة بقاش زي زمان. هتكلمه بلغة أعلى منه هيحس إن حضرتك تتعالى عليه، هتكلمه بلغة بسيطة ساذجة يحس إنك بتستهيفه يعني بالبلدي كده. مستعيله. فإزاي هتكلمه بلغة هو يفهمها وتديله ثقة إنك بتكلمه وأنت حاسس إن هو له كيان وبيفهم وعنده رأي وعنده رؤية، مش مجرد متلقي، لا هو فاعل. فلازم اخلي الطفل اولا يبقى حاسس ان القصه دي بتعبر عنه، بتناقش ممكن موقف هو مر بيه، مشكله يمكن هو بيتعرض لها، حاجه مرت عليه، حاجه سمعها. لا يعني لازم يبقى في حاجه مرتبطه بيه بشكل او باخر. المساله كمان اصلها يمكن اظن جزء من صعوبتها في تصوري المتواضع جدا يعني. لا طبعا. انه الاطفال بتوع دلوقتي. أيوة. غير الاطفال اللي على ايامنا يعني. أكيد. انا لما كنت طفل اكيد كنت اكثر سذاجه بمراحل. أكيد. وقدرتي على الاطلاع على كل اللي بيحصل في الدنيا. أيوة. أيوة. اقل بمئات ان لم تكن الاف بالزبط. المرات. بالزبط. فده جزء من الصعوبه. ده حقيقي. بوصل ازاي للطفل الحديث ده، طفل موبايل ولابتوب وانترنت وبلاتفورمز وكل حاجه، اوصل له ان انا اكلمه بلغته بقى. يعني القصه دي لو حضرتك بتسالني عليها، انا كان من اهم الاسباب اللي دفعتني انه اكتبها انه الاطفال بتتاثر قوي بالسوشيال ميديا دلوقتي، انهم يعرفوا ان مش كل حاجه بيقروها حقيقيه.
ويمكن سيادة الرئيس اتكلم في خطابه الأخير يوم الاحتفال بيوم المرأة وعيد الأم أنه يجب علينا الاهتمام بشخصية أطفالنا. أوكي. بعد الحوادث الأخيرة اللي بنشوفها من ابتزاز وما إلى ذلك، الطفل لما بينشأ عنده وعي وعنده إدراك وعنده انتماء وعنده حصانة أنه مش كل حاجة بيقراها أو بيشوفها على السوشيال ميديا يصدقها. فدي كانت القصة دي أكبر دليل، هو سمع في الست أيام دول حاجات وشاف فيديوهات ساخرة، بس في النهاية كانت الحقيقة إيه؟ أن إحنا قدرنا. قناة لا تعرف المحال. اللطيف بقى يا أستاذ يوسف أنه أنا ما توقعتش أنه القصة تجد هذا الصدى لدى الأطفال، وجدت صدى رائع، وبدليل أنه بعد كده قامت على هامشها بقى مبادرات يعني أو مسابقات. يعني أنا لسه كنت مؤخرا بحكم في مسابقة عملها هيئة قناة سويس مع مدارس الهيئة كلها في الثلاث محافظات لكتابة قصة. المسابقة كانت بعنوان القناة في عيونهن، كتبوا الأطفال 58 قصة وأنا قريتهم وقلت إنه كل الأطفال هتاخد شهادات تقدير وهتكرم، ولكن في بعض الأطفال قد يتميزوا بس إن هم عندهم خيال في كتابة القصة. والحمد لله الحفلة عملناها، والحقيقة أنا يعني بشكر سيادة الفريق أسامة ربيع إنه هو رغم مشاغله العديدة ورغم مسؤولياته جه بنفسه وكرم الولاد وادهم شهادات التقدير والجوائز. فدي كانت دلالة على إنه يعني بيشجعهم وإنه بيثمن إبداعهم. فكانت الحقيقة لفتة لطيفة جدا، والأطفال كانت مبسوطة جدا يعني إنه كتبوا قصص عن القناة. شفت كم الانتماء عندهم، كم الخيال عندهم، كم الفرحة إن إحنا قدرنا، إن إحنا مصر تستطيع، وإن هم بعد كده هيكملوا المسيرة دي. هو ده الهدف. بعد كده جت في كتاب القيم واحترام الآخر للصف الرابع الابتدائي، وطلب مني أنه أكتب قصة عن موضوع السفينة إيفر جيفن. بس قصة مش هي دي بقى، يعني مش نفس القصة دي دخلت المنهج. لا، أنا كتبت قصة جديدة خالص. أنا أجي بقى. الخامس عشر من سبتمبر يوم ينتظره رامي كل عام ليحتفل بعيد ميلاد كريم أقرب أصدقائه وزميله بالفصل وجاره بالحي. ولأن كريم يمارس لعبة كرة السلة، اشترى له رامي كرة هدية عيد الميلاد. وصل رامي إلى الحفل. عاوز عند الحتة وصلت إزاي عند القصة، وهو يقدم لعبة الحلوى ففتح قطن أسامة العلبة مندهشا وقال بسعادة ومجملة كتبه كجع مرسوم عليها سفينة. الدخلة دي دخلة مليون جنيه بصراحة. يعني من العيد ميلاد إلى أنه الكيكة يبقى مرسوم عليها سفينة. هو طفل راح يعني يحتفل بعيد ميلاد صديقه وجايب له هدية، وبعدين بيلاقي أنه الصديق ده عمه جاي في نفس اليوم، وصاحب العيد الميلاد عامل مفاجأة لعمه أنه عامل برضو كيكة أو تورتة مرسوم عليها سفينة. فبيقول له الله، هو عيد ميلادك نفس يوم عيد ميلاد عمك؟ فالعم بيقول له القبطان، يعني القبطان أسامة اللي هو بطل القصة هنا، قال له لا، أنا مش عيد ميلادي بس، ده عيد ميلاد كل المرشدين المصريين، النهاردة عيد المرشد. قال له طب والسفينة دي أنا شفت شبهها في التلفزيون. قال له ما هي دي السفينة اللي جنحت في قناة السويس. بيبدأ يحكي لهم الحكاية. حلو جدا ده، حلو جدا ده. فهي كانت مختلفة بس في النهاية يعني بيقول له أنا نفسي أبقى بطل. قال له لما تحب بلدك وتخلص في دراستك ودايما تبقى فخر لأسرتك والبلدك هتبقى بطل. أصلا أنا أحب قصص الأطفال حب حتى لحد دلوقتي. أنا عندي 47 سنة أحب قصص الأطفال. ده حاجة جميلة. طب يمكن أخيرا هسأل سؤال. اتفضل. هل فكرت أستاذ سماح أبو بكر عزة أنها تحول هذه القصص الحلوة الجميلة وبعدين ما يأتي أيضا يعني من نتاج قريحتها أنها تخليها تبقى قصص مروية محكية؟ كان مرة دكتور خالد منتصر أمد الله في عمره ربنا يخليه لنا جميعا كتب مقالة لطيفة جدا أنا بقى فرحان بيها أصلي قوي. كان من كام سنة كده، فقال إنه مش فاضل عندنا في الصحافة حكائين غير إبراهيم عيسى ويوسف الحسيني. فأنا مسكت في دي بقى. صحيح صحيح فعلا. ليه ما نعملش حاجة زي كده وتبقى أنا مش عايز فيها أي حاجة، بس نعملها بقى للأطفال في المدرسة، نعملها للأطفال في أسور ثقافة الطفل، حاجات زي كده. والله أقول لحضرتك أنا بعمل ورشات قرائية مع الأطفال كتير. جميل. يعني بروح أسور ثقافة، بروح مدارس. يعني عايز أقول لحضرتك أنه أنا من شهر كنت في مبادرة حياة كريمة في سيناء.
الله آه. يا بختك والله رحت قابلت الولاد هناك، ولاد عارف حضرتك بكر كده يعني. اولا اول حاجه لفتت نظري ما فيش ولا واحد فيهم ماسك موبايل، ولا واحد خالص، في كره نائيه يعني، ده عيل من الجنه. اه والله، وعندهم ذكاء وفطره وسرعه بديهه رائعه. حلو. قعدنا وحكينا ولعبنا وانا كنت مبسوطه مش عايزه امشي. فانا الحكي للاطفال ده متعه، ولسه الولاد بيستمتعوا بالحكي. اه عارف ليه حضرتك؟ لانه الحكي ده فن، ان حضرتك ما تبداش تحكي القصه كده تديها لهم سهله كده، لا الاول حضرتك تقول اسم القصه، وطب تفتكروا الاسم ده بيعبر عن ايه، طب انت لو في مكان البطل ده تعمل ايه، ونبدا ناخد من القصه على حياتنا بقى، انت لو كنت في مكانه هتتصرف ازاي، طب انت فعلا بتعمل كده. الطفل يحس هنا انه دخل جوه الاحداث، مش قاعد بيسمع، مش مجرد متلقي، هو بطل، هو جزء من هذه الحدوته. بالظبط. اول ما الطفل يحس انه فاعل بتلاقيه شخصيه مبادره وعندها حماس وعايزه تعمل حاجه، واي حاجه تتكلف بيها تعملها، ومش هتتكاسل او يعني تعتبر ان ده امر. لا، الاطفال ما بتحبش لا التوجيه المباشر ولا الاوامر ولا افعل ولا تفعل، دي قاتله بالنسبه لهم، قاتله. صح خالص. يعني ممكن تقول طب ايه رايك لو كان كذا، نفس الطرح بس بشكل يديله هو القدره ان هو هيختار، مش هينفذ. مظبوط مظبوط 100%. انا عايز اشكر حضرتك قوي 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 أنا اللي قوي على الحواديت والله. الحلوه، وعلى النمط ده من التفكير والنشاط المستمر والمبادرات، ورايحه جايه دون كلل او ملل، عشان عندك ايمان بمنتهى البساطه. انا عندي ايمان، وحاسه انه من واجبي انه الانجازات حتى اللي بتحصل حاليا في البلد الاطفال تعرفها، يعني زي مبادره حياه كريمه اللي بقول حضرتك شاركت فيها مؤخرا، صدرت لي قصص اسمها حياه وكريمه عن بنتين، بنت اسمها حياه وبنت اسمها كريمه. بيتقابلوا بنت، الاثنين مصريات بس واحده عايشه في بره في الولايات المتحده، واحده عايشه في اسوان. ماشي. فاللي عايشه بره بتيجي في اسوان في رحله، المفروض انها مع صديقات ليها، وكل المعلومات يعني مسجلها على الموبايل، فبيحصل الموبايل بيضيع منها. فبتقف في المطار حيرانه مش عارفه تتصرف، بتتعرف على بنت من اسوان اسمها كريمه. كريمه. وهي بتلاقي لافتات في المطار حياه كريمه، يعني ما بتعرفش عربي بس معاها الحروف يعني، فبتكون الكلمه تلاقي اسمها، بتفرح قوي. بتكون الكلمه الثانيه تقول كريمه، فبتلاقي بنت وراها تقول لها انا كريمه عايزه حاجه، وتبدا الحدوته، وتبدا الحدوته، وتروح تعيش معاهم في اسوان لحد ما يسالوا في الاوتيلات او الفنادق عن اسمها في اي اوتيل محجوز، ومغامرات بيعيشوها بقى، وتكتشف في النص ازاي الدنيا اتطورت، ازاي الحاجات اللي حصلت فعلا هي بتلمسها بقى بشكل عملي مش كلام انسى. هو الخيال ده شيء رائع، هو بداية كل شيء رائع في حياتنا، بداية كل منجز جرى في تاريخ البشرية كان الخيال. زي أينشتاين قال لا تنقصنا المعرفة ولكن ينقصنا الخيال. صحيح، للأسف ينقصنا خيال كتير، لكن أنا خليني أشكرك الأول. لا ينقصنا إطلاقا إن إحنا ننسى حاجة زي كده. لازم أشكرك جدا على هذا الجهد الرائع. أشكرك جدا. أنا بشكر حضرتك والله، ميرسي جدا. ضيفة كريمه ممتلئه بالحياه. اشكرك جدا استاذه سماح ابو بكر عزه، تنورتينا وشرفتينا. الف شكر لحضرتك. ربنا يخليك يا رب. ميرسي جدا وسعيده اني كنت معاكم. ده احنا الاسعد ومتشرفين. استاذنكم هنروح للفاصل ونرجع بعد الفاصل مع ضيفنا العزيز احد اصحاب هذا البيت الرائع، بيت التاسعه، كاتبنا وناقدنا السينمائي الكبير استاذ طارق الشناوي. وحشنا من فتره والله العظيم يا استاذ طارق، ينورنا حالا.